اهلا بيكو. دلوقتي احنا هنخش مع بعض على جوجل كلاس روم ونعمل من هناك كويز، بحيث ان احنا نشوف ازاي نستخدم الجوجل فورمز. خلي بالك ان احنا واحنا بنعمل الكويز هنعمله من خلال الجوجل كلاس روم، لكن نفس الكلام لو انت بتستخدم الجوجل فورمز عادي من خلال الجوجل درايف تقدر تخليها ككويز وتقدر تستخدمها على اي ويب سايت انت عاوزه، او حتى من غير ويب سايت وتبعتها للستودنتس بتوعك. فدي معلومه هنعيدها في الغالب علشان ما تتنسيش. تعالوا مع بعض نروح دلوقتي على جوجل كلاس روم. ادي جوجل كلاس روم زي ما دخلنا عليها، وادي الكورس اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، الترايل كلاس فور تيتشرز. فتحنا الجوجل، سوري، فتحنا الكلاس. نفتح على الكلاس ورك، اوكي، ومن جوه الكلاس ورك هنقول له كرييت نيو كويز، اوكي، كرييت كويز اسايند. الكويز ده اول ما هندوس عليه هو هيقول لنا طيب التايتل بتاعته ايه. كويز فور تيستينج، اي اسم انت هتحطه، اوكي. وبعدين هتروح تفتح البلانك كويز ده اللي اتخلق تاني بالراحة. احنا ايه عملنا، ادينا له اسم، هو باي ديفولت عمل لنا بلانك كويز هنا لو تاخد بالك. انا عملت كليكنج هنا فتح لي ايه الصفحة الجديدة اللي هي فيها الكويز اللي هعمل له دلوقتي ديزاين. هدي له اسم، يبقى ده ايه مثلا هنسميه كويز فور تيستينج، اوكي، سوري، تيستينج. واسمه ايه؟ اسمه برضو كويز فور تيستينج، اوكي. السؤال هنا نيجي ندخل بقى نلاقي السؤال الاولاني نلاقيه نسميه مثلا كويستشن 1، المفروض تقول فيه حاجه. Is the earth larger or the sun؟ اوكي، هنا السؤال مالتيبل تشويس، اوكي، بس احنا ممكن لما نيجي هنا الاوبشن الاولاني هنقول ايرث، او الاوبشن الثاني نقف هنا نقول ذا سن، اوكي. طيب انت كده عملت سؤال اعتقد اجابته واضحه. هنقول له بقى الانسر كي، خش على الانسر كي، المفروض هنا تختار الاجابة الصح. الاجابة الصح في السؤال ده هي the sun، يبقى ده ايه كده بقى اللي قدامها الصح. وشوف السؤال ده هتحط عليه كم درجة، هنحط عليه 15 درجة. عادة اسئلة الام سي كيو يفضل ان هي تبقى واحد او اتنين، unless ان انت حبيت تدي سؤال وزن اكتر من السؤال التاني. anyway هنرجع كده، يبقى دلوقتي ادي السؤال بتاعنا، او ممكن هنا ندي له اوبشن ثالثه مثلا I don't know، اوكي اوكي المهم خلاص السؤال ده ممكن تخليه required، بحيث ان اذا الطالب ما جاوبش على السؤال ده ما يقدرش يسلم الكويز بتاعه، ما يقدرش يعمله سبميتنج. هنحط بقى ايه سؤال تاني. What is the size of a 1 liter liter bottle؟ Okay. برضو الاوبشن الاولاني 1 cc كيوبيك سنتيمتر، 1 متر كيوب، 3 كيلوغرامز، 1 لتر، اوكي.
وبرضو نروح نختار يا ترى الانسر كي. طبعا السايز بتاع الوان لتر باطل از 1 لتر، ودي هنديها درجة او 15 او اي حاجة انت عايزها. لو حطيت هنا 15 تانيين خلي بالك هتلاقي هنا ظهر ان التوتال سكور بتاع الكويز ده بقى 30. اوكي هنرجع. المهم ان انت كده عملت ايه سؤال تاني، وبرضو هتطلب ان هو يبقى required خلاص. تقدر بقى تخش على السيتنج بتاع الفورم دي. هنا اولا هتلاحظ ان الفورم دي معموله ميك ذس كويز، والريزلتس هتطلع immediately after submission، يعني الطالب هيشوفها اول ما يعمل سبميت للفورم، ولا later لان هيبقى في داخل فيها مثلا حاجه اسئله short answer questions هتديله انت لازم تتعمل ايه تتصلح manually، وبعد كده الطالب هيشوف الاجابات الصح لو في حاجه غلط، وده ممكن تختاره او تشيله، والاسئله اللي جاوبت او ما جاوبتش هيشوف اجابتها ولا لا. برضو جنرال المفروض هتكولكت ايميل ادرس ولا مش هتكولكت ايميل ادرس، وليمت وان ريسبونس ولا لا، تسمح له يأدت بعد السبميشن ولا لا. طبعا هنا لان احنا قلنا له هيشوف الاجابه يبقى مش هنخليه ايديت. سي سمري بتاعه الريسبونسز دي لما بيبقى عندك بقى عايز يشوف هو الافريج نتيجه بتاعه الاسئله المختلفه تحب تعرضها على الطالب ولا لا. واذا كان برضو بعض الاوبشنز التانية، اذا كان هتعمل بروجرس بار ولا تقدر تشافل الكويستشنز، بمعنى ان مش كل الاسئلة تتحل في سوري ترتيب الاسئلة ممكن يتغير كل مرة. وفي الاخر عايز برضو لينك تو سبميت انذر ريسبونس، بروبابلي لا. ليه؟ لان احنا مش عايزين يطلع يدخل اكتر من مرة. كونفيرم مسج، تقدر تحط confirmation message او ما تحطش، وبعدين تقول له save. كده احنا خلقنا الفورم اللي هي في صورة كويز. تعال بقى نشوفها. البريفيو ده انت لما تفتحه هيقوم فاتح لك الفورم في الصورة اللي ممكن اي حد يشوفها، وبس مش هتقدر تشتغل عليها دلوقتي لان هي المفروض ده بريفيو. لكن خلاص احنا هنرجع نقول له سند بقى. لما نقول له سند نقدر نبعتها بالايميل او ناخد اللينك ونبعتها. اوكي او نعمل لها امبيدنج. الامبيدنج لو هنحطها في ويكي او هنحطها في بلوج هناخد الامبيد كود دي ونحطها. اللينك دي لو هنستخدمها في ان احنا نبعتها على مثلا بالايميل او على واتساب او على اي واحد اي حاجه من الوسائل بتاعت الكوميونيكيشن، وممكن نعمل شورتن يو ار ال بحيث ان احنا لو هنعملها على تويتر او غيره برضو الشورتن يو ار ال دي بتفيد. فليتس ساي كوبي. اوكي كده عملنا كوبينج للادرس ده. تعالى بقى ناخده ونرجع احنا للكلاس روم بتاعتنا، نقفل دي نبص هنلاقي هنا الكلاس روم بتاعتنا لسه كانت دي مفتوحه. المفروض ايه؟ سيف از درافت. احنا ما حطيناهاش في توبيك مش كده؟ فاتحطت هنا. طيب تعالى نرجع تاني علشان احنا عايزين نحطها على توبيك. هنلاقي كمان حاجة تانية اتغيرت، وهي الاسم بتاع الفورم بعد ما كانت بلانك كويز بقت كويز فور تيستنج، الاسم اللي احنا كنا اديناه لها. وبعدين هنختار التوبيك، توبيك اكس واي زد، ولو في ديو ديت هيبقى امتى. لو حبينا نعمل لها تاريخ فاينل ديت يتحط فيه. اوكي ولو تايم كمان عايز تحطه يبقى ذاتس ات. وبعدين برضو ايه هنقول له اساين. كده الكويز طلع مع مع الحاجات التانية، وهيظهر عندنا دلوقتي في الستريم بتاعنا. تعال نبص هنا هتلاقي في الستريم عندك الكويز، وعندك لو انا جيت من هنا بقى وفتحت الكويز. اوكي
انت باعتبارك اللي مخلقه عندك الحق دايما ان انت تعمل له اديتنج وتعمل فيه التشنجز اللي انت عايزها، عشان كده بيظهر لك العلامة بتاعت القلم اللي فوق على اليمين دي. وهنا تعالى بقى، اوكي احنا مين الاكبر، الارث ولا الصن؟ هنقول له الارث. What is the size of 1 liter bottle؟ هنقول له 1 liter. وبعدين نقول submit. خلي بالك هنا على طول بيقول لي view score، هيقوم مطلع لي منه يقول لي ادي السؤال اللي غلط، اوكي، وادي السؤال اللي صح، وكمان انت كده عرفت ان انت خدت 15 من 30 لان انت عملت سؤال غلط وسؤال صح. طيب في الاخر احنا كده عملنا كويز. زي ما قلت لكم من شويه، الكويز ممكن يرجع، ممكن انت الكويز بتعمل له اديتنج وتغير فيه اللي انت عاوزه. والاهم من كده الحقيقه هو ان انت تقدر كمان تحط شورت انسر كويستشنز، الطالب يقدر يدخلها لك كلمة او جملة، او لونج انسر كويستشنز لو انت عايز. بس طبعا ارجع اقول لك الحدوتة دي هتخليك انت هتبذل مجهود لو عدد الطلبة كبير، وكمان هتلاقي ان مش ممكن يتعمل لها اوتوماتيك ايفالويشن. المهم انا لما فتحتها ظهر لي ريسبونسز هنا اهو قدامي، السؤال الاولاني الدرجه بشكل الدرجه العامه، وفي نفس الوقت السؤال الاولاني كم واحد جاوبوا الاجابه الاولانيه، وكم واحد جاوبوا الاجابه الثانيه، وكم واحد جاوبوا الاجابه الثالثه، والسؤال الثاني كم واحد جاوبوا الاولانيه والثانيه والثالثه والرابعه. فبما ان هي كانت وان سبمشن، النتيجه دي السمري اوف اوف الكويز. برضو تقدر تبص الانديفيديوالز عملوا ايه، اوكي كل واحد لوحده عمل ايه. والمفروض بقى لو انا كنت ستودنت على الكورس ده، بس لان انا الانستراكتور، كانت النتيجه دي هتروح على طول على النتيجه بتاعتي وتبقى متسجله مع مع النتيجه الكليه بتاعتي في الكورس. طيب انا كده المفروض اديتك مدخل لازاي تعمل كويز. عايزين نطبق بقى الكلام ده، ودي الاساينمنت بتاعت المحاضره المره دي، ان انت هتعمل كورس على جوجل كلاس روم، هنطبق اللي اتعلمناه في المحاضره اللي فاتت، ومن خلال الكورس ده هتعمل كويز، وبعدين تعمل لي انفيتيشن ان انا احضر الكورس بتاعك اللي معمول على جوجل كلاس روم، وبالتالي اقدر ابص عليه واجرب الكويز واشوف ان شاء الله شغلك كله زي الفل. طيب فاضل لنا محاضره واحده ان شاء الله دلوقتي. المحاضره الجايه هنتكلم على الاونلاين ليكتشرنج، لكن لغايه هنا انت كده خلصت كورس كامل بكل محتوياته. كتير قوي من الاونلاين كورسز ما بيبقاش فيها لايف سيشنز، ممكن انت تكون محتاج تعمل لايف سيشن، وده اللي هنتكلم عليه في المحاضره الجايه. بس لو مش هتعمل لايف سيشنز، يبقى بروبابلي انت كده عندك كل التولز. طبعا التولز دي من غير ما تجربها ملهاش لازمه، معاك تولز كفايه ان انت تعمل كورس وتقدمه اونلاين ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله في المحاضره الجايه نتكلم عن الليكتشرنج.